ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے. ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے، اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں. تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا. اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے، لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے. ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا، اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی، اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں. چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب، اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا. آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے. اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تو ابھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو ہے وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں. جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے. آمین یا رب العالمین. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الجمعہ. یہاں سے امام بخاری اس کتاب کتاب الجمعہ میں جمعہ کے متعلق اور جمعہ کے دن کے متعلق، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جو تیاری ہے، اور جمعہ کی نماز کے متعلق جتنے احکامات امام بخاری نے یہ مختلف ابواب کی شکل میں بیان کیے ہیں بخاری شریف میں،
اب یہاں سے ان تمام ابواب کی تلاوت ہم ابتدا فرما رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. باب فرض الجمعة. لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فاسعوا فامضوا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زيناد عن أن عبد الرحمن بن هرمز العرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون سابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لهم فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبيرية بن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذا جاء رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: اية ساعة هذه؟ قال: اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم ازد أن توضأت. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. وبه قال حدثنا علي قال أخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله تعالى أعلم واجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله وأخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هكذا. روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذا دخل رجل فقال: يا عمر بن الخطاب، لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وبه قال حدثنا عبد اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة فاغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن ابن عباس انه ابن عباس رضي الله عنهم انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فقلت لابن عباس ايمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله فقال لا اعلمه. باب ما يلبس احسن ما يجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ان عمر بن الخطاب راى حله سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه وللوقت اذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلال فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله قصوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. باب السباك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او لولا ان اشق على الناس لامرتهم بالسباك مع كل صلاه. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاج قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه. باب من تسوك بسواك غيره. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر ومعه سواك يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فاعطانيه فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسي من البحرين. وبه قال حدثني بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وساد ليس. وقال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة. فكذب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وهو مسؤول ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لا يشهد من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. وقال ابن عمر رضي الله عنه إنما الغسل على من يجب عليه الجمعة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثني أيوب بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون سابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فغدا لليهود وغدا وبعد غدا للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لله على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا برقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت فيما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث حارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله عنهم لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس إن استنكروا. فقال معه من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحص. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة وحق عليه أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير. وبه قال حدثه أن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي ويأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم.
وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سال عمرت عن الغسل يوم الجمعه فقالت قالت عائشه رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. وبه قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا كليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو الخلدة وهو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال يونس بن مقير قال أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت وبه قال حدثنا أبو خلدة صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهم يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أغبرت قدمه في سبيل الله حرمه على النار. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم دهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وبه قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا مقلة بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافع قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس وزاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة.
وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة ابي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ان الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر اهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر. باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر فقال معاويه الله اكبر الله اكبر فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاويه وانا قال أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية وأنا فلما أن قضي التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. وبه قال حدثنا يحيى بن بقير قال حدثنا الليث عن بقير عن ابن شهاب ان سائب بن يزيد رضي الله عنهم اخبره ان التأذين الثاني يوم الجمعه امر به عثمان حين كثر اهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعه حين يجلس الامام. باب التأذين عند الخطبة. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنهم يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال وبه قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقر فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموني فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس رضي الله عنه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل اصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه وقال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس سمع جابر رضي الله عنهم وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الجمعة قائما. وقال أنس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وبه قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري
قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب استقبال الناس الإمام إذا خطبه. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب من قال في الخطبة بعد الثناء. أما بعد، رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود وبه قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربات فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد قالت ولغت نسوة من الأنصار فأنكفأت إليهن لأسكتهن فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة رضي الله عنها ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريده إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي لي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتي أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن الشك حشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا وقد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا بما المنافق أبي المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام ولقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلط عليه. وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم بن جرير بن عاص حادم قال سمعت الحسن يقول. وبه قال حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا أو ترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله إلى في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن التغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وكيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال في صلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاته الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لك لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها تابعه يونس. وبه قال حدثنا مليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد
فتشهد بأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو سمعة هشام عن أبيه عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أبانا قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه وقد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليهم ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس ومن ولي شيء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحد أو ينفع فيه أحد فليقبل بمحسنهم ويتجاوز عن مسيهم. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب خطبتين يقعد بينهما. باب الاستماع إلى الخطبة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم قبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكرى. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ فقال لا. قال قم فاركع. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سامع جابر رضي الله عنهم قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه عن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنهم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذا قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع هلك الشاء فادعوا الله ان يسقينا فمد يديه ودعا. باب الاستسقاء في الخطبه يوم الجمعه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى من السماء قاطعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقال ذلك الأعرابي وقال غيرهم فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بهذه إلى ناحية من السحاب إلى انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهر ولم يجي أحد من ناحية إلى حدث بالجود. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى
وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب رضي الله قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن مالك عن ابن زينب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يكلمها. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. وبه قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليه حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبه قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم بن سهل رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا وقال ما كنا نكيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. باب القائلة بعد الجمعة. وبه قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كنا نبكر يوم الجمعة ثم نكيل. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنهم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.